استاذ هو كادر متقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني، يقول انه في كركوك في عهد الراحل جلال طلباني كان هناك تقاسم 32%. القاصي والداني يعلم ان هذا الكلام غير صحيح، لم يحدث اي تقاسم في محافظة كركوك بنسبة 32% الى هذه اللحظة. ثانيا اريد الاخوة الاعلاميين التركمان اصحاب الصفحات اصحاب مواقع الإعلامية يقطعون هذا اللي راح أتحدث به وينشروه اليوم في كل الصفحات حتى الشعب التركماني يعرف. أستاذ عدنان أنا أريد ببرنامجك أكشف هواي أمور. أولا الاتحاد الوطني الكردستاني يجب أن يدرك اليوم الشعب التركماني يختلف عن الشعب التركماني في 2003 و2005 و2010 و2015. الشعب اليوم واعي جدا، صار عدة تجربة سياسية 20 سنة من 2003 إلى اليوم. نعم. القادة السياسيين التركمان أيضا يختلفون عن السابق، واعين جدا. الاتحاد الوطني الكردستاني يحاول أن يضع الجبهة التركمانية العراقية في موقف محرج أمام جمهوره، أمام الشعب التركماني. شوفوا إحنا جايين ننطي مناصب وإحنا عندنا تدوير وإحنا موافقين على كل شيء يا جمهور يا شعب التركماني، لكن الجبهة التركمانية العراقية تقاطع وما تجي. هذا غير صحيح. أولا إذا عندهم نية صالحة، هسه أجاوب سؤال حضرتك، إذا عندهم نية صالحة، أولا قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني يقوم بزيارة الجبهة التركمانية العراقية وعقد اجتماع معه، هذا أولا، لأنه إلى هذه اللحظة هذه فقط في صفحات التواصل الاجتماعي، على أرض الواقع ماكو. ثانيا يكشف الورقة التي تم التوقيع بين 3 أعضاء مجلس عرب من الأخوة العرب ما نعرفها، والستة في الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابلون، شنو صح. الاتفاق شنو الورقة التي وقعت في فندق الرشيد صح. اليوم أهالي كركوك بكل المكونات لهم الحق معرفة ذلك. هذه ثانيا. ثالثا اللي موقفه جدا محرج هو السيد رئيس الوزراء العراقي، لأنه هو تبنى قضية كركوك والضرورة اليوم أن يعقد جلسة طارئة لإتلاف إدارة كركوك في بغداد بحضور قادة القوائم الفائزة في كركوك بما فيه الجبهة التركمانية، ويقول يعترف بأن هذه الحكومة حكومة جزئية لا تمثل كل إرادة الشعب الكركوكي وضرورة باقي الكتل تشارك، ويطلب أسماء ومناصب ويكون هناك ضمانات بتوقيع من قادة الكتل والسيد رئيس الوزراء حتى احنا باشر حينما نرى ان إذن الجبهه التركمانيه رافضه مناصب الحكومه طبعا نريد ضمانات، هذه كلها في صفحات التواصل الاجتماعي. اكرر استاذ عدنان حكومه تتشكل في اروقه فنادق ومناصب تتوزع في صفحات الفيسبوك، هذا غير واقعي. الان قبل قليل الاخ هو اعترف بلسانه قال احنا التبليغ صار بالاتصالات من قبل الاخوه في الاتحاد لاعضاء المجلس، اولا هم غير هذا خرق قانوني احد الخروقات اللي ثبتناه في المحكمه الاتحاديه. اولا رئيس السن هو الشخص الوحيد اللي يدعو كافه الاعضاء لعقد جلسه، هذا ما هو الادمن استاذ رئيس السن، لازم هو ادمن اذا الدوله بالواتساب عبر الواتساب رئيس السن يعني هو الادمن استاذ عدنان. نعم. اجتماع على مستوى عقد جلسه لتشكيل حكومه عبر الواتساب اي. والنقطة الأخيرة، هل هي مشكلة كركوك توزيع مناصب فقط أم إحنا نريد وكاتب من الاتحاد كل المكونات إن كان بعض الأطراف يريد نفط كركوك وثروات كركوك ومشاريع كركوك، ترى إحنا تركمان نريد إدارة ناجحة يقدم الخدمات لباقي المكونات في كركوك، وإحنا حينما قلنا بأن التركمان والعرب والكرد أن يحصل على هذه المناصب لأجل أن يحس المواطن الكركوكي بأن هذه المحافظة للجميع. طيب ان كانوا على رؤيه مام جلال الله هي يرحمه هي ما كانت الرؤيه هذا هو النهج الصحيح، لان يعني يحتكر في اروقه الفنادق ويصير امر واقع علينا ويفرض علينا مكان